وهو ايه مدير كوره. ايه يا احمد؟ انا تفاجأت ان عبد الواحد السيد، انا كان معلوماتي ان هو محمد صبحي واسمه لا لا، محمد صبحي مش موجود، محمد صبحي من الصبح في الفندق. انا فاكر، انا بقول لك انا كانت معلوماتي ان هم الثلاث لعيبه دول. انا حتى انا لما اتفاجئت سألت، ان مدير الكوره موجود، ان عبد الواحد السيد موجود في الـ في الـ في الـ انا اتفاجأت زيك، لان انا كان معلوماتي ان عبد الواحد رايح مع الكابتن حسين والدكتور حسام بصفته مدير الكوره. طيب الكابتن حسين لبيب هل متضايق من اللي حصل من عبد الواحد هو والدكتور حسام كمسؤول في 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 طبعا طبعا متضايقين جدا، وهيصدر قرارات ضد الناس دي طبعا، لان انت بتحط نادي الزمالك في موقف محرج. لا ثانيه واحده، ما تزعلش مني، اهدي اهم تركان انت قلتها في المداخله. وده اللي انا قلته، انت كده بتقول، انت كده المداخله من شويه، الموضوع يتحل ونعتذر ونتصالح، ولكن لازم المجلس الاداره ياخد موقف، لان هنا السيئه عمت. لا ثانيه واحده، انت بتقول ان انت شايف ان في اتجاه لمجلس الاداره وتحديدا رئيس النادي. طبعا في حاله من طبعا يا احمد، ان انت معلش يعني رئيس النادي وامين الصندوق والبعثه كلها في حاله ارتباك من الصبح بسبب خطا لفرد او اتنين، لا هيبقى في موقف طبعا، هيبقى في موقف، ولكن موقف موقف تجاه عبد الواحد السيد كمدير حل الازمه، موقف تجاه عبد الواحد السيد كمدير للكوره، ولا موقف تجاه عبد الواحد والاثنين لعيبه؟ موقف ضد من اثبت تجاوزه وهم ادرى مني بيه. تمام تمام، هم دلوقتي مركزين في جزئيه حل الازمه، بعد كده لا في موقف طبعا، لان تمام. انت لا انت ولا انا ولا اي حد يقبل ان نادي الزمالك يظهر بهذا الشكل، ما يتحطش في الموقف ده اكيد. ونادي خالص الزمالك خالص. ونادي الزمالك لازم يرسي دايما، ما كانش لقمه من الصبح هو في الاسم. نادي الزمالك لازم نادي الزمالك لازم يرسي القيم في الاطار ده، ومهما كان هو مين. على الجانب الاخر، وعلى الجانب الاخر انا شفت لك حاجه كده سريعه، انت ايه اللي مضايقك في ان كهربا، انت ان في خبر مغطي على خبر، ما هو كهربا برضه كل وسائل الاعلام اتكلمت عنه الصبح. ايوه ما عدا انا. يعني ايه برضه مش فاهم ليه بقى ما عدا انا؟ ليه بقى؟ اقول لك، لان انا من وجهه نظري ان كهربا ضحيه مسؤولين باعوا له الهوى والجماهير اشترت الهوى. طيب. كنت كاتب على اساس ايه؟ على اساس مشكله كهرباء تم غفرانها وتم نسيانها عن عمد، وتم التركيز على موضوع الزمالك وشعلله الموضوع والى اخره، ومن نادي الزمالك ساعدت الناس دي على ان هي تيجي. ولكن انا وجهه نظري ما رضيتش اكتب كلمه على كهرباء، انا وجهه نظري ان كهرباء ضحيه مسؤولين بقى. في الاخر ده قرار فني، مع كل الاحترام برضو، يعني برضو مع كل الاحترام، مع كل الاحترام، النادي الاهلي تعامل معاه وفقا للوائح وللضوابط، وان هو ما ينفعش ان هو يخطئ في حق بعثه النادي الاهلي. قولا واحدا صح طبعا، يعني انا مع اللي عمله الكابتن محمد رمضان. اللي وصل كهربا لكده يا كابتن، يا كابتن ايا كان، يعني ده تحليل، يعني انا مش هاخد وقتك كتير، ولكن لو في اي مستجدات لنهايه الحلقه حصلت يا ريت تبقى موجود معانا استاذ جبالي، واحنا معاك على الهاتف، وان شاء الله بكره منتظرينك ضيف عزيز علينا في كلام في الكوره. طيب ماشي حبيب يا كابتن. طيب كابتن عفت دلوقتي بعيدا عن الفنيات، بس قبل ما ابعد عن الفنيات واروح معاك للكواليس، لازم يا كابتن من بعد اذن حضرتك وبعد اذن استاذ محمد الشرقاوي اوجه رساله من بعد اذنكم يعني للكابتن حسام حسن المدير الفني المنتخب. طبعا انت مستغرب انا هقول ايه. يا كابتن حسام، في لعيب كوره امبارح انا شفته مصري عنده باسبور مصري، حضرتك بتضمه للمنتخب، اسمه ناصر ماهر. ده لعيب يا كابتن مختلف. انا وجهه نظري ده لعيب مختلف. يعني هو بيلعب مع اعلى فريق في مصر مع النادي الاهلي اللي هو بيراميدز. ناصر ماهر وماشى، ومع كل الاحترام، وابراهيم عادل طبعا وعبد الله وبعض اللعيبه كده، بس ناصر امبارح كان منور قوي وكان مختلف، مش عشان عمل ال ال لا لا لا، لعيب كبير شايل وسط ملعب الزمالك الحته الهجوميه، هو البلاي ميكر، هو الاسطى زي ما بيقولوا، هو كل حاجه. اللعيب ده ازاي احتياطي بيلعب 3 دقايق ودقيقتين في المنتخب؟ مع كل الاحترام هو اعلى من لعيبه كتير جدا على فكره في مصر ومحترفين، لعيب كبير. فانا بقول ان ناصر ماهر هو القطعه النادره
اللي كان محتاجها نادي الزمالك. ناصر ماهر لو كان بيلعب في النادي الاهلي اعلاميا وجماهيريا وسوشيال ميديا كان خد سوكسيه اكتر من كده بكتير باللي عمله امبارح. هو كان بيلعب في الاهلي فعلا، بس الزمالك بينور اللعيبه اكتر من الناحيه الفنيه. يعني اي لعيب بيجي الزمالك بتحس ان هو بينور عن اي نادي تاني. لعيب كبير يا محمد. اه طبعا لعيب كبير. بس الكابتن حسام حسن مع اذنك كابتن، انت يعني ايه انت مستغرب وبتتساءل مع كابتن حسام. طب ما كابتن حسام بيضم محمد شحاته باك يمين اللي هو بيقعد احتياطي لعمر جابر الاساسي في نادي الزمالك، واللي كل الناس بتقول ان عمر